شهادة تخدمهم بعد عملية تجميل أنفاق. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أسامة مروائي اللي نشر شوية ستوريات على الإنستغرام. أولاده المستقبليين، علق أسامة على هذه الستوريات ب بيبي أوسياطير، وكمان علق على ستوري آخر ب أنتو سريعين. والواضح أن الجمهور حابب يشوف أسامة مروى عريس، لأن أسامة هو اللي ضل من الشلة ما تزوج. أيضا شاهد امبارح أعلنت عن عيد ميلادها، وقامت والدة نارين بيوتي بمعايدتها بستوري على الإنستغرام. علقت والدة نارين لي زوجة أخيها شهد كل عام وأنت بألف خير. أيضا نشرت شهد ستوري للأشخاص اللي عم يسألوها عن نتيجة أنفها. ردت شهد بي حبيبي بالنسبة يلي عم يسألوني عن نتيجة أنفي، معروف إنه نتيجة مستحيل تبين بعد 6 أيام من العملية، لازم كم شهر، وحاليا تحت عيني ووشي وارم، فمو حابة أطلع وأصدمكم. ننهي فقط الأخبار بشوية ستوريات من لانولين. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Guys, اجتني لحظة حسيت انه اليوم ما زرت السيارة فجيت ازوره. كيفك يا قلبي؟ اذا مو احلى حدا مشي، مو احلى حدا بحياتي، مع انه صايرة كتير مقلوبة يعني، فاني تحتاني ما غسلته، بس فداكي.